مشاهدينا مرحبا بكم على قناة الحياة وفي برنامج المشهد، وفي هذا اللقاء الخاص مع المترشح لرئاسية 7 سبتمبر المقبل عن حزب جبهة القوى الاشتراكية السيد يوسف أوشيش. أهلا بك. أهلا بكم، أسعد الله مساءكم، شكرا للاستضافة. نعم سيد يوسف أوشيش، الحوار سنطرح فيه مجموعة من الأسئلة حول القضايا الآنية والعاجلة وكذا عن برنامجكم الانتخابي تحسبا لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل. في البداية نريد منكم سيدي الكريم أن تقدموا نفسكم للشعبية الجزائري. يوسف أوشيش، 41 سنة. نعم. مسؤول أول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، تدرج في المسؤوليات إلى أن وصل إلى هذا المنصب. متزوج وأب لطفل ذو 5 سنوات، واليوم غلق 5 سنوات، ونتمنى له عيد ميلاد سعيد. يوسف أوشيش في الحياة المهنية جاز من صحفي في الصحافة المكتوبة إلى يعني مساعد برلماني، إلى أن انتخبت في 2017 كرئيس مجلس شعبي ولائي لولاية تيزي وزو، وعيد انتخابي في 2021، وبعد أشهر تم انتخابي كعضو في مجلس الأمة. اليوم نحن مترشحين باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية، نحمل رؤية، نحمل برنامج، نحمل أفكار نريد أن نتشاركها مع أخواتنا الجزائريات وإخواننا الجزائريين، ونريد أن نعبر لهم عن طموحنا لكي نبني جزائر الغد. نعم. جزائر المستقبل، أين سوف تكون المكانة للجميع، وأين تكون أيضا رؤية مغايرة للتسيير. نعم، قبل الخوض في تفاصيل برنامجكم الرئاسي، الكثير يريد أن يعرف ماذا يشتغل السيد يوسف أوشيش، ما هي ممتلكاته، بماذا صرح، ما هي العقارات التي يملكها كذلك. يعني يوسف أوشيش هو من عائلة بسيطة من بلدية أسي يوسف، دائرة بوغني في ولاية تيزي وزو. نعم. وين زاول الدراسة تاعو إلى أن جاب الباك في 2003، التحقت بمقاعد الدراسة في كلية العلوم السياسية والإعلام، وتخرجت بدبلوم ليسونس في العلاقات الدولية. يعني احنا يعني من عائلة بسيطة، و اليوم نقدر نقول من الأوساط، من الأوساط، من الأوساط الشعبية. ونتذكر يعني في الجامعة كنا لازم نخدموا في الصيف، وخدمنا سواء في دي ريستورون ولا في دي شونتي، احنا كي بحالنا كي بحال جميع الطلبة الجزائريين باش نلموا باش نجوزوا العام الدراسي. لذا احنا من عائلة بسيطة، عائلة متدينة، عائلة محافظة متمسكة ومتشبعة بالمبادئ الوطنية، ومتمسكة ومتشبعة بمبادئ التفتح على الآخر وتقبل الرأي الآخر. اليوم بفضل الله تعالى نحن كمنتخب في مجلس الأمة منذ 2022. بالنسبة لممتلكاتي، يعني امتلك شقة ب 75 متر مربع في ولاية الجزائر العاصمة، والشقة أخرى بصدد الاقتناء، في طريق الاقتناء عن طريق قرض بنكي أيضا على مستوى بلدية الجزائر العاصمة. فيما يخص يعني الممتلكات المنقولة، ما عنديش سيارة، كان عندنا سيارة واحدة أنا والزوجة نتاعي، بعناها ودخلت دراهم في الكونت تاعي، دونك ما يقارب حوالي 4 ملايين دينار. نعم جيد. هذا يعني ما قمت وصرحت به علنا في صحيفة وطنية، جريدة وطنية، وسلمنا الوثائق حسب القانون للسلطة الوطنية
للانتخابات. ربما ما أثار انتباه الكثيرين هو طريقة تقديمكم لبرنامجكم الانتخابي، ربما هي طريقة لم نعهدها في الجزائر، هل هي طريقة مبتكرة أم هي طريقة ربما استنسخها الحزب من انتخابات في بلدان أخرى أو من حملات انتخابية في بلدان أخرى؟ نقدر نقول باللي طريقة مبتكرة في الجزائر هي مشاهد يعني ما كناش نسون با ابيتوي، ما نشوفوهاش دائما في الجزائر. احنا منفتحين على الثقافات الاخرى، ما نستنسخوش لكن نتعلموا، وين تكون حاجه مليحه نقدروا نتعلموا ونقدروا ايضا نجيبوا المليح. وفي الحديث الشريف كاين اطلبوا العلم ولو في الصين، ولو في الصين. إذا احنا متفتحين على الثقافات، متفتحين على الحداثة، متفتحين على كل التجارب اللي قادرة تجيب حاجة إيجابية لينا كحزب وللشعب الجزائري والبلد. ما استنسخناش، يعني درناها كمجموعة من الشباب، لأنه اليوم المؤطرين للحملة الانتخابية ليوسف أوشيش هم معظمهم شباب، هم معظمهم متخرجين من الجامعة الجزائرية، عندهم أفكار جديدة مثل كافة الشباب الجزائري، وجسدوا معايا الحمد لله هذا الأفكار، وشفنا النتيجة كانت مبهرة، أبهرتنا احنا في الحزب وأبهرت الكثير من المتتبعين. احنا أملنا هو أننا رايح نواصلوا في على هذا المنوال في كل محطات الحملة الانتخابية، بإدارة الحملة الانتخابية بطريقة حديثة، بطريقة متطورة، وبطريقة أيضا تأخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل في ميادين الإعلام والاتصال. نعم، طيب سيد يوسف أوشيش، لماذا قرر الأففس الانتقال مباشرة من المقاطعة الكاملة إلى المشاركة والمنافسة وطرح نفسه كبديل حقيقي؟ بالنسبة لهذه الانتخابات الرئاسية، نظن بأن السياق الإقليمي والسياق الدولي هم من فرضوا علينا خيار المشاركة، وهذا بغية منا بالمساهمة على الحفاظ على دولتنا الوطنية وتعزيز قوتها على كافة الميادين، خاصة سياساتنا الدفاعية ومناعتنا القومية. إذا نحن كحزب وطني التزم بالدفاع عن هذه الأمة الشريفة وكل مكوناتها، لبينا النداء أيضا هذه المرة لكي نكون مسدا منيعا مع كل من يريد أن يضرب زعزعة أو يضرب استقرار 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 الوطن. ولكن عندنا أهداف أخرى، يعني من المشاركة، من مشاركتنا ومن تواجدنا في هذا الاستحقاق الانتخابي، من بينها محاولتنا الدفاع عن الفضاءات الديمقراطية وتعزيزها، وأيضا بعث الأمل وإعادة الاعتبار للعمل السياسي البناء، العمل السياسي الإيجابي، العمل السياسي الذي يريد أن يطرح بدائل واقعية لمنظومة التسيير التي عايشناها إلى يومنا هذا. من مشاركتنا احنا نصبو لولوج قطب وطني ديمقراطي حداثي وتقدمي يمكن أن يأخذ زمام الأمور في المستقبل فيما يخص يعني كل نضالات الشعب الجزائري من أجل كل حقوقه غير منقوصة. فيما يخص الانتخابات، يعني الأففاس يشارك لأهداف ويقاطع لأهداف حسب رؤية الحزب. في هذه الانتخابات الرئاسية يعني تم اتخاذ القرار بالإجماع على المستوى المجلس الوطني، وتم تزكيتي من طرف كافة مؤتمري الحزب خلال المؤتمر الاستثنائي اللي نظمناه في شهر جوان الفارط. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تشبع مناضلات ومناضلي الأففاس بالقيم الوطنية وبالقيم الديمقراطية، وأيضا وعيهم السياسي الكبير خاصة في هذه اللحظة المفصلية التي نعيشها في الجزائر. طيب سيد أوشيش، كيف ترى فرصتك في الفوز بالانتخابات؟
فرصنا قائمة مثل فرص كل المترشحين، سوف ندافع عن فرصنا بكل قوة وبكل شراسة، لأننا نحمل برنامج مغاير، لأننا نحمل أفكار مغايرة، لأننا نحمل رؤية تؤسس وتنظر للتغيير الذي لطالما نادى به الجزائريات والجزائريين، خاصة منذ 2019 إلى يومنا هذا. احنا نظن بأننا الأقرب إلى هذه الآمال والطموحات اللي طرحها الجزائريات والجزائريين بكل قوة وبكل سلمية، خاصة منذ الحراك إلى يومنا هذا. نعم. سيد يوسف أوشيش، كيف ترى فرصتك في الفوز بالانتخابات، خاصة أن بعض المستندين للغة الأرقام والإحصائيات يقول أنكم أقل المترشحين حظا للفوز، وذلك استنادا إلى عدد التوقيعات التي جمعتموها والخاصة بالمنتخبين في 31 ولاية؟ في الأفافاس ما نقارنوش روحنا بأي مترشح، نقارنوا برنامجنا وأفكارنا مع برامج وأفكار أخرى وللشعب الجزائري الفصل في ما يخص البرامج والأفكار والطموحات التي نريد أن نجسدها في المستقبل إن أعطيت لنا الثقة لتسيير البلاد. ثانيا، نحن جمعنا حوالي 1330 استمارة. نعم. للمنتخبين سواء الوطنيين والمحليين، وكان هذا خيار من طرف الحزب. نعم. لجمع استمارات المنتخبين، وأيضا فيما يخص استمارات المواطنين باشرنا العملية وإن لم نركز عليها كثيرا، لكن باشرناها خاصة في منطقة الناخبين. لماذا لم تركزوا على استمارات الناخبين؟ لأنه في نظرنا ويعني الوقت الذي أعطي لتحضير هذه الانتخابات والمناخ الذي سوف تجرى هذه الانتخابات لا يشجع على المشاركة السياسية الفعلية، لذا فضلنا أن نحضر نفسنا تحضير جيد لهذا الاستحقاق، وفضلنا نكون في اتصال دائم مع المواطنات والمواطنين فيما يخص جمع استمارات المواطنين والناخبين في الكثير من الولايات، وإن لم يتم إيداعها على مستوى السلطة الوطنية للانتخابات. وأيضا بالنسبة للناخبين، احنا جبنا الاستمارات تاعنا بالعرق تاعنا وبالمجهود الخالص نتاع الأفافاس، حتى واحد معاون جبهة القوى الاشتراكية وحتى واحد ما شرينا عليه الاستمارات. احنا حزب نظيف، احنا حزب يؤمن بنبولية او بالفعل السياسي النبيل، لذا احنا هذه الأخلاقيات اللي حابين نديروها داخل السياسة تطغى في كل ما نقوم به، وخاصة في هذه العملية المتمثلة في جمع التوقيعات. ما نقدروش يعني ناخذوا هذه العملية ونديروا لها استنساخ على نتائج الانتخابات، لأننا نحمل مشروع طموح، نحمل أفكار جديدة، نحمل برنامج ثري عنده يعني نأمل أن يتشاركه الجميع في مستوى القطر الوطني، وهذا اللي قادر يصنع الفارق. ويعني ما تلقيناه من مساندة، ما تلقيناه من يعني تعاطف للجزائريات والجزائريين في القطر الوطني في المهجر لهو أحسن دليل على أننا يمكن أن نفوز بهذه الانتخابات، وعلى أننا سوف يعني نعمل كل ما في وسعنا لنكون ولنستحق ثقة الشعب الجزائري. واضح أقل من 24 ساعة لانطلاق الحملة الانتخابية، اخترتم الانطلاق بالضبط من الحي الشعبي باب الواد، لماذا؟ لسبب بسيط. نعم. وهو أنه معظم برنامجنا أو رؤيتنا ومشروعنا السياسي يتمحور حول الدفاع على الطبقات الشعبية، وأظن أنه هذا الاختيار ماهوش اعتباطي، لأنه الأحياء الشعبية
بدأت كل مسارات التغيير خاصة من باب الواد، من الأحياء الشعبية بدأت كل مسارات النضال من أجل سواء في قبل الثورة من أجل الاستقلال أو بعدها من أجل تكريس الدولة الديمقراطية ودولة الحق والقانون. وأيضا نحن ملتزمين كل الالتزام بأن نكون سندا قويا إلى جانب الطبقات الهشة، إلى جانب الطبقات الشعبية. إن قادرين نقولوا باللي المنسية اليوم باب الواد ولا واد قريش ولا أحياء الجزائر الأخرى بولوغين ولا بلكور الحراش عندهم كلمتهم، شبابهم صنعوا الكثير من الثورات ليس فقط في المجال السياسي، تعلم منهم الجزائريين والجزائريات الكثير. احنا اخترنا هذه النقطة لكل هذه الدلالات لكي نقول بأننا حزب خلق للدفاع على الطبقات الشعبية، حزب يدافع دائما ولا زال متمسكا بالدفاع على المبادئ الاجتماعية. نعم. للدولة الجزائرية. طيب كيف تتوقعون أن يستقبلكم شباب حي باب الواد يعني غدا إن شاء الله؟ بصفة إيجابية إن شاء الله. نحن نعيش مع شبابنا وشاباتنا في القرى في المدن وفي كل أحياء جزائرنا الحبيبة وجزائرنا الغالية. ناس باب الواد ما مش مختلفين على الجزائرية والجزائريين على مستوى القطر الوطني، معروفين بالتزامهم، معروفين بكرمهم، معروفين أيضا بالإسبري دينوفاسيون تاعهم سورتو عند الشباب. احنا ان شاء الله رايحين نسمعوا لهم ونطرحوا عليهم افكارنا اللي جات في البرنامج نتاعنا، وان شاء الله يكون هناك، احنا كنا امل يكون هناك تقارب في وجهات النظر بيننا وبين هذا الشباب اللي انا شخصيا نحس باللي ننتمي ليه كشاب. هي نقطة قوة بالنسبة لك بحكم العمر، بحكم تعتبرها نقطة قوة، بحكم التجربة بطبيعة الحال. هل سيسوق الأفافاس لمترشح يعني شاب؟ هل سيلعب على هذه النقطة بالذات؟ بطبيعة الحال ليس فقط هذا، لكن سوف تكون إن شاء الله من بين النقاط التي يمكن لها أن تصنع الفارق في الحملة الانتخابية. ليس فقط شاب، لكن شاب يعيش مع الأوساط الشعبية، عايش كثير من التجارب ويعرف وهو على دراية كاملة بمشاكل الشباب وطموحاتهم. لأننا مشينا كيف في الحراك، ومشينا قبل الحراك، وناضلنا كيف في الجامعات. وأيضا إن شاء الله في هذه الانتخابات نكونوا نديروا اليد في اليد لإعطاء الكلمة للبرامج التي تأمل لصنع الفارق وصنع التغيير في الجزائر. جيد، نذهب مباشرة إلى برنامجكم الرئاسي رؤية. لماذا رؤية؟ لأنه السياق يفرض علينا البصيرة وبعد النظر. رؤية لأنه بالنسبة للأفافاس خاصة في هذا المناخ المضطرب الذي نعيش فيه، يجب أن تكون عندنا نظرة استباقية. رؤية لأننا نقولوا باللي رانا على دراية بكل المشاكل التي يعيشها الجزائرية والجزائريين. رؤية لأننا نضع أنفسنا في المستقبل، عندنا نظرة استشرافية ونظرة استباقية لكل ما يجب أن يقام أو يجسد في المستقبل يعني بناء دولة قوية، دولة يعني ذات مؤسسات شرعية تكون أسسها الديمقراطية وحقوق الإنسان. طيب. دولة. نعم. متطورة اقتصاديا. نعم. ومزدهرة، ودولة أين يكون الجانب الاجتماعي في رقي متواصل. نعم، سنفصل في كل نقطة من برنامجكم الانتخابي، ولكن التزمتم ضمن برنامج رؤية بإصلاحات سياسية كبرى، ما هي أبرز هذه الإصلاحات سيد أوشيش؟
نعم، في جانب الإصلاح السياسي والمؤسساتي التزمنا بإصلاح جذري لمنظومة الحكم تؤهل المشاركة السياسية الفعلية للجزائريات والجزائريين بإعادة الاعتبار أولاً لمؤسسات الدولة واحترام مبدأ الفصل بين السلطات للحد من تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى كما هو كما نعيشه حاليا. نحن ارتأينا أن ندافع من خلال هذا البرنامج على نظام شبه رئاسي ذو توجه برلماني يحد من صلاحيات الجهاز التنفيذي ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية. أنا ألتزم إن وصلت إلى الحكم سوف أتنازل عن الكثير من الصلاحيات. ما هي أبرى الصلاحيات التي ستتنازل عنها سيد أوشيش؟ الكثير من الصلاحيات التي يجب أن تعطى للمؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية. نذكر على سبيل المثال، وهذا يعني متواصل يعني داخل في الإصلاح المؤسساتي، ما يمكنش اليوم لرئيس الجمهورية يواصل يكون هو الجوج الاربيتر في نفس الوقت، يكون نفس هو القاضي والحكم في 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 نفس الوقت. نعين أعضاء المجلس القضاء ونعين أعضاء مجلس المحاسبة ونعين ثلث أعضاء مجلس الأمة ونطلب من هذه المؤسسات أن تمارس صلاحيات الرقابة. هذا ما يمكنش أن يتجسد على أرض الواقع. لذا لازم نضمن استقلالية تامة لمؤسسات الرقابة ولمؤسسات العدالة في الجزائر. لذا أبرز شق سوف ندافع عليه ونلتزم بتجسيده إن وصلنا إلى السلطة هو ضمان استقلالية العدالة وضمان المساواة، يعني الجميع يكون متساوي أمام ميزان القانون. لذا نظن بأنه حان الوقت باش نرجع الاعتبار لميزان العدل في الجزائر بإصلاح جذري لهذه المؤسسة، سواء المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس المحاسبة، الذي يجب أن يلعبوا أدوارهم كما لازم. نلتزم أن نعطي صلاحيات أكبر للبرلمان ليمارس مهامه في المراقبة. هل ستقوم بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة؟ نعم، من بين الالتزامات التي طرحناها في برنامج رؤية هو إجراء انتخابات عامة في السداسي الأول من سنة 2025، وهذا يتماشى مع طموحنا لإصلاح المشهد السياسي الوطني بصفة جذرية، أين تعطى الفرصة للجزائريات والجزائريين لاختيار ممثليهم بكل شرعية، وأين نعود نرجع الهيبة لمؤسسات الدولة خاصة مؤسسات الرقابة والمؤسسة التشريعية اللي فقدت الهيبة. لازم نقول نكونوا صراحة اليوم فيما بيناتنا، المؤسسة التشريعية فقدت الهيبة نتاعها، مؤسسات الرقابة أيضا ما عندهاش صلاحية. عندنا جهاز واحد هو يطغى على كل الأجهزة، هو الجهاز التنفيذي، ولازم نحدوا من تغوله لكي نضمن سير العملية السياسية في الأجواء التي يريدها المواطن طيب الجزائري. لأننا باش نوصل برك الفكرة، تفضل. بطبيعة الحال كل هذه الإصلاحات أول خطوة ديرها ستعد الدستور؟ ليس أول نقطة، سوف أصل إلى أول إجراء سأتخذه إن انتخبت على رأس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لكن بطبيعة الحال كل هذه الإصلاحات السياسية وبعض الإصلاحات الاقتصادية التي نراها ضرورية في هذه المرحلة تمر عبر إصلاح عبر تعديل الدستور وعبر تعديل الكثير من القوانين الناظمة للحياة العامة. لذا احنا نقول بأنه اليوم حان الوقت لنعطي
لنعطي للجزائرية والجزائريين يعني الكلمة الفصل فيما يخص تسيير بلده. نعم، طيب لو زكاك الشعب الجزائري في 7 من سبتمبر المقبل، ما هو أول قرار سيتخذه يوسف أوشيش؟ أول قرار إن شاء الله إن زكاني الشعب الجزائري هو اتخاذ أو أخذ بكثير من إجراءات التهدئة لكي يكون هناك جو من الطمأنينة على المستوى العام. وأول إجراء سوف نتخذه هو يعني إصدار مرسوم هو إصدار عفو رئاسي إصدار عفو رئاسي يمس معتقلي الرأي، وأيضا إلغاء كل القوانين الجائرة الناظمة للحياة العامة خاصة المادة 87 مكرر. نظن بأنه لضمان مشاركة الجزائريات والجزائريين في اللعبة السياسية يجب أن نعطي لهم الحرية الكاملة في التعبير عن أفكارهم وفي الانتظام. هذه من أسس بناء الدولة الديمقراطية ودولة الحق والقانون، ونحن في الأفافاس ملتزمين بها كل الالتزام. فقط حبيت نضيف نقطة فيما يخص الإصلاحات السياسية، وهي نقطة مهمة، هي فيما يخص إصلاح الجماعات المحلية التي نلتزم أن نقوم بها إن وصلنا إلى سدة الحكم في بعد 7 سبتمبر. إن شاء الله سوف نقوم بإصلاح جذري للجماعات المحلية، وسوف نعطي صلاحيات أكبر للمؤسسات المحلية المنتخبة، وسوف نعمل على ضمان لا مركزية حقيقية للجماعات المحلية، مع خلق أقطاب اقتصادية ذات أبعاد إدارية، وهذا لإعطاء كل الفرص لتطوير كل أقاليم الجزائر الشاسعة إن شاء الله. أنتم مع تقسيم إداري جديد فيه أكثر في عدد أكبر نعم من الولايات؟ نلتزم بخلق عدد أكبر من الولايات وعدد أكبر من البلديات، وهذا حسب يعني ديموغرافيا كل جهة، وحسب يعني خصوصيات الإقليمية لكل جهة. كما نلتزم يعني بسحب مصطلح الدائرة من التقسيم الإقليمي مستقبلا إن شاء الله، لأنه ما عندوش معنى في التسيير المحلي إلا إعاقة يعني أو إلا أن يكون عقبة في مسار التنمية على المستوى المحلي. وأنا كنت منتخب محلي على رأس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزوان على دراية كاملة بدور ومهام الدائرة اللي ما عندهاش اليوم معنى في التقسيم الإقليمي، ونلتزم أنه نسحبوها نهائيا من هذا التقسيم إن شاء الله. نعم، من هذا التقسيم ما هي رؤيتكم لعدد الولايات والبلديات التي تحتاجها ربما الجزائر والتي تضمن تنمية شاملة وعادلة لكافة مناطق الوطن؟ يعني هذا سوف يكون، تحدث البعض ربما عن 100 ولاية، عن أكثر من 100 ولاية، هذا سوف يكون محل نقاش، وإن تناولناه على مستوى اللجان التي كلفت بإعداد المشروع الرئاسي، إلا أننا سوف نعمل في إطار الحوار الشامل، في إطار تكريس المشاركة السياسية، لفتح حوار بين الفاعلين في هذا الميدان لصياغة نموذج جديد للتقسيم الإقليمي في الجزائر، وإعادة النظر في قانون البلدية والولاية، لأننا نلتزم نحن في الأفافاس بصياغة قانون موحد للجماعات المحلية، هو من يضبط أو يسير أمور هذه البلديات والولايات. لكن الجزائر اليوم بحاجة كبيرة إلى خلق أكبر عدد من الولايات والبلديات، وهذا لغرض تقريب الإدارة من المواطن، وأيضا
لمتطلبات أخرى خاصة المتعلقة بالتطور الاقتصادي وإعطاء الفرصة لكل جهات الوطن لكي تكون هناك تكافؤ في فرص التنمية ويكون هناك تكافؤ أو عدالة في توزيع الثروة على المستوى الوطني، لأن هذه النقطة بالذات هي تعد من بين الركائز الأساسية في برنامجنا الانتخابي، إعادة توزيع الثروة خاصة ما يتأتى من تصدير المحروقات بعدالة على كل ولايات الوطن، ويستفيد منها الجزائريات والجزائريين بصفة يعني عادلة. وكي نتكلم على العدالة ما نتكلمش على ليغاليتي، لكن نتكلم على ليكيتي. لازم تكون هناك ماهوش تقسيم بالمساواة، لكن لازم يكون عدل في التقسيم لكل ذي حق حقه، كل اللي عنده الحق يدي حقه. هذا أيضا شق متصل في رؤيتنا أيضا في المجال الاجتماعي. سيد أوشيش، قبل أن نختم معكم الجزء الأول من البرلمان، لو وصلتم إلى الحكم وزكاكم الشعب الجزائري، هل سيصبح الأفافاس هو حزب الأغلبية في الجزائر؟ الأفافاس دائما يأخذ بالحوار ويأخذ بالعمل الجماعي ك يعني ماهوش كقدوة، لكن كأساس في عمله السياسي. لذا نحن إن وصلنا إلى سدة الحكم سوف نتشارك مع كافة القوى الفعالة بدون إقصاء، والقوى التي لديها تمثيل وعندها امتدادات شعبية في تسيير الشأن العام، بطبيعة الحال بالأخذ بعين الاعتبار ببرنامجنا وبالتزاماتنا اللي لازم نندافع عليها مستقبلا. ما زلنا نظن بأنه شخص واحد، مؤسسة واحدة أو حزب واحد ما يمكنش أنه يصل إلى تكريس التغيير المنشود من أغلبية الجزائريات والجزائريين. ما يمكنش أنه يضع الجزائر في سكة التنمية إن لم تكن هناك إرادة جماعية، وإن لم تكن هناك يعني تناغم وتجانس في الأفكار، وفي يعني خاصة في الأسس التي يجب أن تبنى عليها هذا العهد الذي ننشده إن شاء الله. إن شاء الله. سيد يوسف أوشيش، نواصل معكم ولكن في الجزء الثاني. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، فاصل ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامج المشهد، الذي نستضيف فيه المترشح لرئاسية 7 سبتمبر المقبل عن حزب جبهة القوى الاشتراكية سيد يوسف أوشيش. أهلا بك مجددا بكم. نعود معكم إلى برنامج رؤية. هل البرنامج يحمل رؤية للجزائر ل5 سنوات المقبلة أم لأبعد من ذلك؟ وقبل كل ذلك، من وضع أسس ومحاور ومرتكزات هذا البرنامج؟ يعني في إعداد برنامج رؤية انتهجنا نهج تشاركي، أين كان للكثير من الخبراء والأكاديميين مشاركتنا في وضع الخطوط العريضة لهذا البرنامج، وأيضا أخذنا بعين الاعتبار الكثير من مقترحات المواطنين والمواطنات الذين بعثوا لنا باقتراحاتهم، لأننا فتحنا أرضية رقمية سمحت لهم بمشاركتنا بطموحاتهم بآمالهم بمشاكلهم، وإحنا أخذنا بعين الاعتبار كل ما طرح علينا، وحاولنا قدر المستطاع أن نعد برنامج يشمل كل ميادين الحياة الوطنية، ويعني يأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات الحياة اليومية للمواطن وكل الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها سواء في المجال الاقتصادي والاجتماعي وأيضا في المجال السياسي والمؤسساتي. إذن رؤية هو مشروع يغطي كافة المجالات الرئيسية للتنمية والاستقرار على المستوى الوطني، ويتضمن عناصر التخطيط والاستشراف واليقظة الاستراتيجية، ويزود البلاد بأدوات أساسية للتنبؤ بالتحديات المستقبلية وتكييف السياسات العمومية مع الاحتياجات المتغيرة
للأمة. هل يحمل أجل لتنفيذ مواقيت ومواعيد محددة لتنفيذ الالتزامات التي يحتويها البرنامج؟ هناك بعض الالتزامات حددنا لها مواعيد مباشرة تنفيذها، وبعض الالتزامات في نظرة استشرافية، لأنه هذا البرنامج يحمل نظرة استشرافية إلى سنة 2050. لازم نوضع الجزائر في يعني في هذا النهج الاستشرافي ونهج اليقظة الاستراتيجية للتنبؤ بكل هذه المتغيرات التي تحدث سواء في إقليمنا أو مجالنا الحيوي، والتي تحدث في العالم بصفة أجمع. نعم. طيب سيد أشيش، بماذا تلتزمون في محور الدفاع والأمن القومي؟ في محور الدفاع والأمن القومي نحن نلتزم يعني بسياسة دفاعية وقائية تقوي من إمكانياتنا الدفاعية وتقوي من أمننا القومي وسيادتنا الوطني. نلتزم بتطوير الصناعات العسكرية لكي لا نكون يعني أوتاج لبلدان أخرى. نلتزم أيضا بتحديث وتطوير سواء المعدات وعمل المؤسسة العسكرية. وإن كنا نحن في الأفافاس في تصورنا أن سياسة الدفاع الوطني هي كونسبت يعني يأخذ بعين الاعتبار سياسة الدفاع الوطني بالمعنى العسكري، ولكن يأخذ بعين الاعتبار أيضا كل ما يتعلق بالأمن القومي، سواء الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، الأمن السيبراني، الأمن المائي، والأمن الطاقوي. لذا نحن في جبهة القوى الاشتراكية في برنامجنا رؤية أخذنا بعين الاعتبار بكل هذه النقاط، وأعطينا شق كامل للأمن القومي بكل يعني. ربما لو تفصل لنا في هذا الشق المتعلق بالأمن القومي للجزائر. يحمل الكثير من الإجراءات، ويحمل أيضا الكثير من الإصلاحات التي نريد أن نباشرها، من بينها هي ضرورة وصولنا إلى تكريس السيادة الغذائية أو الأمن الغذائي للتخلص نهائيا من التبعية في هذا المجال. اليوم ما نقدروش نتكلموا على دولة سيدة وسيدة وقوية إلى ما وصلناش للأمن الغذائي. نعم. إلى ما وصلناش لتكريس الأمن الغذائي. اليوم هناك تحديات أخرى متعلقة بالأمن الطاقوي والأمن السيبراني والأمن المائي، يجب أن ندرجها في تحليلنا، ويجب أن ندرجها في سياساتنا العامة وفي تسيير بلادنا. لذا تكلمت على النظرة الاستشرافية التي نراها وتوجد في محور ووسط هذا البرنامج. تحدثتم عن إنشاء وزارة سيادية قوية للتخطيط والاستشراف، كيف ستعمل هذه الوزارة ومن سيقودها؟ هذه الوزارة يجب أن تكون لديها الصلاحيات الكاملة وكل الإمكانيات للقيام بمهامها بالشكل الذي نصب إليه. لازم يكون على رأسها ناس شجعان، الناس ما يخافوش من قول كلمة الحق، ولو كانت في حق رئيس الجمهورية، سواء في التقارير ولا في العمل نتاعهم اليومي. لازم يكون على رأسها أخصائيين في كل المجالات لإعداد رؤية استشرافية يمكن أن تؤسس للنهوض بالبلاد بتنميته وبكل ميادينه على المستوى الوطني. بالحديث عن الوزارات، ربما هل سيلغي سيد يوسف أشيش في حال زكاة الشعب عددا من الحقائب الوزارية أم سيدمجها مع بعضها؟ بطبيعة الحال نحن تكلمنا عن إجراءات جريئة في الميدان الاجتماعي. نعم. وكان الكثير من الكلام عن مدى قدرتنا على
فينونسمون يعني كيفاش التمويل كيفاش نمولوا هذا الاجراءات. من بين الالتزامات اللي خذيناها في برنامجنا رؤية هو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والحد من لو ريتم ديبونسي دو ليتا. يعني لازم يكون فيه نوع إن صح التعبير نوع من التقشف على مستوى مؤسسات الدولة. لذا هذه الهيكلة تفرض نفسها اليوم لعدة اعتبارات باش يكون هناك تناغم وتطابق في مسارات التنمية لكي يكون هناك أيضا يعني ميادين لتمويل ميادين أخرى. لذا احنا نظن بأنه إعادة هيكلة مؤسسات الدولة يفرض نفسه هل ستقلص عدد الوزارات؟ هل ستدمج بعضها؟ هل ستلغي أخرى؟ بطبيعة الحال سوف تكون هناك نظرة شاملة لكل ميادين الحياة الوطنية، لكن المهم هو أننا سوف نعمل على الحد من الإسراف في المال العام. يعني لازم يكون توتي ولازم أيضا تكون نظرة شاملة في هذا الميدان. نعم، ما هو النموذج الاقتصادي الذي ترونه أصلحا للجزائر؟ هو نموذج اقتصادي يصبو لتكريس التنمية المستدامة على المستوى الوطني، نموذج اقتصادي أين سوف تلعب الدولة الدور المهم والأهم في عملية الضبط، لأننا نصبو لإعادة الاعتبار للدولة في دورها في ضبط الاقتصاد الوطني، ضبط السوق، لأنه أنا نعيش إن صح التعبير في فوضى على المستوى الاقتصاد، أين يطغى اقتصاد البازار على الرؤى الناجعة في هذا الميدان. لذا نحن نلتزم بتجسيد رؤية أخرى، بتجسيد ثورة في المجال الاقتصادي والصناعي والزراعي، وهذا بتحديث آليات الإنتاج وأيضا بضبط السوق وبضبط هذا الميادين اللي لازم يعني تكون هناك يعني يكون هناك تكامل بين لي سيكتور. تحدثتم ربما عن تسقيف أسعار بعض المواد الغذائية، كيف سيتم ذلك وما هي المواد هذه المعنية بالتسقيف؟ المواد واسعة الاستهلاك، نعم، لأنه اليوم من بين التزاماتنا الأساسية في برنامجنا رؤية هو إعادة الاعتبار أو إعادة تأهيل القدرة الشرائية للمواطن التي تمر حتما عبر رفع الأجر القاعدي. نعم، أنت مع مواصلة رفع الأجور؟ نحن نلتزم برفع الأجر القاعدي المضمون إلى 40,000 دينار، 4 ملايين سنتيم شهريا، كما نلتزم برفع الإعانات العائلية لزالوكاسيون فاميليال إلى 3,000 دينار عن كل طفل، ونلتزم أيضا في الجانب الاجتماعي أو في جانب الحماية الاجتماعية بإعادة العمل بحق التقاعد المسبق مع إجراءات أخرى. حدثتم سيد أوشيش عن مواصلة رفع الأجور، عن مواصلة أو عن رفع المنحة الطلابية، ولكن البعض تساءل من أين ستقتطع هذه الميزانية لكي لا نقع في فخ التضخم كذلك. يعني نحن نرى بأنه اليوم التضخم نعم. التضخم قضى على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ما نقدروش نواصلوا على نفس هذا المنوال. الحاجة اللي كانت تسوى ب10,000 ولا تسوى ب100,000، ما نقدروش نواصلوا في هذا النهج
ونشجع التضخم بدون ما نرفع الأسعار وما نرفع من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. سوف يكون هناك الكثير من لسورس دو فينانسمون، يعني تاع التمويل، وين منين نمولوا هذا البرنامج الاقتصادي. اولا من تخصيص نسبة من الجباية البترولية لهذا الشأن، وأيضا بإعادة هيكلة اقتصادنا الوطني لكي يكون اقتصاد وطني خلاق للثروة وخلاق لمناصب العمل. لذا نحن برنامجنا ما نقدروش نشوفوه من شق أو من منظور واحد بلا ما نشوفوا يعني الجوانب أو المحاور الأخرى. هو برنامج كامل متكامل، ما يمكنش نتكلم على محور بإلغاء المحاور الأخرى. نقدر نتكلموا على الحماية الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية إلى وصلنا وضعنا آليات تقدر تنهض بالاقتصاد الوطني إلى ما نصب إليه. نقدر نتكلموا على الحماية وتعزيز الحماية الاجتماعية للجزائريات والجزائريين إلى وصلنا إلى la diversification de notre économie باش نتخلصوا نهائيا من التبعية اللي نعانيوا منها من المحروقات أو من سياسة الريع المعمول بها حاليا. نخرجوا من لا بوليتيك داسيستانا، لكن نواصلوا في تعزيز السياسات الاجتماعية وحماية الطبقات الهشة. برنامجنا يرتكز على هذا المبادئ. الأول هو الإصلاحات السياسية التي يجب أن نباشرها. الثاني هو الحماية الاجتماعية وتعزيز المكتسبات الاجتماعية للدولة الجزائرية وحماية كل الطبقات خاصة الهشة منها، وثم النهوض بالاقتصاد الوطني ليواكب كل هذه المتطلبات حاليا. طيب، ما هي التزاماتكم في محور الصحة العمومية؟ نحن نلتزم في إطار الصحة العمومية بإعادة يعني بتصدير خارطة صحية جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل الخصوصيات الجغرافية لكل مناطق الوطن، أين يجب أن تكون هناك العدالة في توزيع المؤسسات الصحية خاصة العمومية. وسوف نعمل على تشجيع القطاع العام وإعادة تأهيل القطاع العام الصحي الذي اليوم يعني سفر بكثير من لي ديفيكولتي. لازم نعاودوا نأهلوا القطاع العام، وايضا نشجعوا القطاع الخاص باش يكون متكامل مع القطاع العام وليس العكس. في الكثير من المناطق تكلمت على الخارطة الصحية، سوف نعمل على تشجيع أطبائنا وسنعمل على تشجيع عاملي السلك الصحي باش يتوزعوا بعدالة على كافة القطر الوطني، لأنه الكثير من ولايات الوطن تعاني اليوم وتشتكي من نقص في الإمكانيات سواء البشرية أو المعدات الطبية. نحن نلتزم في إطار سياستنا لتكريس الأمن الصحي بتعزيز المخزون الوطني من الأدوية، مع وضع سياسات استباقية لمحاربة الأزمات خاصة الأوبئة والأزمات الصحية الأخرى، هذا لضمان أمننا الصحي. الحمد لله
اليوم الجزائر تكون الكثير من الأطباء وتكون الكثير من يعني أعوان أو يعني موظفي الصحة بصفة عامة. يجب أن نأخذهم بعين الاعتبار ونعطيه لهم الفرصة باش ياخذوا يعني متطلبات المواطنين بعين الاعتبار. نقطة مهمة جدا أثرتموها في برنامجكم رؤيا حول تسقيف أسعار الفحوصات الطبية لدى الخواص، كيف يكون ذلك سيد أوشيش؟ سوف يكون هذا بإشراك الفاعلين في الميدان. عندكم سعر مرجعي؟ نقابات، ما عندناش سعر مرجعي لأنه هناك اختصاصات، لكل اختصاص يعني خصوصياته. نعم. لكل اختصاص طبي خصوصياته. نعم. صحيح، يعني أثارت الكثير من الجدل هذه النقطة، لكن لضمان خدمة صحية متكافئة ولضمان يعني خدمة صحية يقدر يعني تكون في خدمة الجميع، يجب أن نضع أسس ونضع مبادئ تطبق على الجميع. من بين هذه الإجراءات ارتأينا أن يكون هناك تسقيف للفحوصات الطبية، وهذا حسب الاختصاص. ما راحش نقوم به بصفة أحادية كما صار اليوم، لكن بإشراك الفاعلين سواء نقابات سواء يعني كل الناس اللي عندها صلة بهذا الأمر. نحن في الجانب الصحي، وهذه نقطة مهمة أيضا في الجانب الصحي الجانب الصحي، قطاع التربية وقطاع التعليم العالي، نحن نلتزم ب يعني رفع من ميزانية هذه القطاعات الثلاث التي نراها بأنها هي قطاعات سيادية وقطاعات تمس حياة المواطن اليومية. يجب الرفع من ميزانيتها على الأقل ب50%. وهذا على حساب من؟ على حساب أي قطاع؟ ما راحش يكون على حساب قطاعات أخرى، لكن نعود النظر بصفة جذرية، ويعني نعود النظر بصفة جذرية في سياسة أو إعداد ميزانية الدولة، أين يجب لبعض القطاعات أن تكون يعني بلوس دوتي بلوس بارابور زوتر، يعني هذا حسب المتطلبات المواطن الجزائري، وحسب متطلبات أيضا يعني السياق سواء كان الوطني أو الدولي. ما راحش تكون على حساب فئات أو على حساب قطاعات أخرى، لكن هذا سوف يدخل في إطار سياسة وطنية شاملة للميزانية، أين سوف يكون لكل قطاع الميزانية اللي لازم تكون له. هناك قطاعات ربما ستقومون بتخفيض ميزانيتها؟ راح تكون هناك قطاعات سوف تكون خفض ميزانيتها. يعني هذا حسب ربما. يعني حسب قطاعات حسب يعني قطاع أو قطاعين ربما. أنا نتكلم اليوم على الكثير من القطاعات عندها مديريات مثلا في بعض المناطق اللي ما عندهاش يعني معنى للوجود. كاين الكثير من الكثير اليوم مانيش حاب ندخل في التفاصيل، لكن اليوم كي نتكلم مثلا على مديرية الصيد البحري في منطقة من المناطق الجنوبية، يا حبذا يعني نعطيه الفرصة ولا نعطيه هذه الميزانية المكرسة لمديرية الصيد البحري في هذا المناطق لتطوير قطاع آخر اللي عنده معنى باش نطوروه في المناطق الصحراوية مثلا، استصلاح الأراضي أو في الصحة أو في كل ما يعني متطلبات إخواننا وأخواتنا في الجنوب الجزائري. يعني هذا مثال بسيط، وإن كان هناك الكثير من الأمثلة التي يمكن أن نتكلم عليها. سوف نباشر إصلاحات عميقة باش نقصوا
من الميزانية المخصصة للاستيراد، وهذا بتشجيع المنتوج، بتشجيع المنتوج الوطني، بتشجيع وتشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية لكي تصل، لكي تصل الى هدف يعني السوق، وين السوق الجزائري سوى ساتيسفي من 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 المنتوج الوطني المحلي. يعني كاين هناك الكثير من الإجراءات. عندنا برنامج الله يبارك، برنامج فيه 38 صفحة، والكثير من الإجراءات العملية، الإجراءات يعني الفعالية على المستوى الميداني. سيد أوشيش، ماذا عن الميزانية المرصودة للخدمات الجامعية؟ هل هناك نظرة أخرى لسيد أوشيش بخصوص هذا القطاع؟ بطبيعة الحال، أولا تكلمت على التزامنا برفع ميزانية قطاع التعليم العالي بصفة عامة ب 50%. ما نقدروش نتكلموا على التطور، ما نقدروش نتكلموا على مستقبل البلاد ومستقبل الجزائريات والجزائريين إلى ما عطيناش الأهمية لقطاع التعليم العالي، إلى ما عطيناش الأهمية للبحث العلمي على المستوى الوطني. على بالكم ما هي الميزانية اليوم المكرسة للبحث العلمي على مستوى جامعاتنا وعلى مستوى معاهدنا؟ ما تتجاوزش، ما تتجاوزش في 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 يعني في معظم الأحيان 3% من ميزانية المكرسة لقطاع التعليم العالي. وميزانية قطاع التعليم العالي هي بحد ذاتها ميزانية ضئيلة، وتجاوزها الكثير من القطاعات اللي ما لازمش تجاوزها في إطار الإعداد يعني العقلاني لميزانية الدولة. لذا احنا نقولوا باللي نعود نأهلوا ولعاد يرجعوا الاعتبار لقطاع التعليم العالي وقطاع التربية الوطنية، لأنهم هم يعتبران أسس بناء التطور، أسس بناء الازدهار والرقي الاجتماعي. ما نقدرش نتكلم على تطور، ما نقدرش نتكلم على مستقبل إلا ما بنيتش مدرسة، مدرسة خارج الضغوطات، خارج عن الاستغلال الإيديولوجي والسياسوي، مدرسة متفتحة على العلم، على الابتكار. ما نقدرش نتكلم على 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 مدرسة، ما نقدرش نتكلم على تطور بدون التأسيس والتنظير لمدرسة عصرية ولجامعة عصرية تواكب كل ما يحصل في 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 في, في العالم. لذا قلنا التزامنا الأول هو أنه نعاود نوضع استراتيجية للنهوض بهذا القطاع، قطاع التعليم العالي. وفيما يخص شقه المتمثل في الخدمات الجامعية، نحن نلتزم ب يعني إعادة هيكلة جذرية للخدمات الجامعية، مع تخصيص 20,000 دينار كمنحة للطلبة وشهريا. في هذه النقطة بدأت سيد أوشيش، تخصيص 2 مليون سنتيم، يلا نقولوا بالسنتيم 2 مليون سنتيم لطالب الجامعي، هل هذا سيلغي منحته الحالية أم هناك يعني نظرة وتصور؟ هل هذا سيلغي ربما الإقامة، المبيت؟ هل سنعطي للطالب الجزائري 2 مليون سنتيم هو يتكفل بالإقامة بالمبيت؟ ماذا؟ يعني قلت هذا الرفع من منحة الطالب الجامعي، هو تصوركم في هذه النقطة؟ يعني تكلمت وقلت باللي رؤيتنا فيما يخص منحة الطالب الجامعي هي رؤية ما يمكنش نفصلوها من الإصلاح الذي يجب أن نباشره في قطاع الخدمات الجامعية. لذا لازم نعود نهيكلوه بطريقة أخرى مع إعادة تأهيل هذا القطاع وإعادة الاعتبار له. اليوم نقولوا باللي قادرين نخصوا، نلتزموا باش نخصوا منحة بزوج ملايين سنتيم، زوج ملايين سنتيم للطلبة. يعني مسألة أثارت من الكثير من الحبر وأثارت الكثير من الجدل، لكن نحن عندما اقترحنا هذا الإجراء كان بعد بحوث أجريناها على في واقع الخدمات الجامعية وفي إمكانيات الدولة لتمويل مثل هكذا، لتمويل مثل هكذا إجراء. على بالكم اللي رايح تكلف
شحال هذا الاجراء راح يكلف شحال ميزانيه الدوله؟ نعم تفضل. الى عندنا 1,500,000 طالب نعم. مسجلين في السنه الدراسيه 2023 2024، يعني الكل على درايه بانه ليس الجميع الطلبه اللي يتلقوا المنحة الجامعية، وإن كنا نحن نعتقد بأنه يجب إعادة النظر في سياسة إعطاء المنحة الجامعية للطلبة، لأنه ما زلنا في نفس النهج الذي أعدت عليه عام 1971. ما كانش إصلاح قمنا به في الجوهر المنحة الطلابية. إذن راح يكلف خزينة الدولة حوالي 300 مليون دولار. 300 مليون دولار شيء كبير على طلابنا باش نتكفلوا بطلابنا. أنا نقول باللي هذا يعني بلك سي لو مينيموم اللي قادرين نديروه حنا كدولة جزائرية، وما يكلفش في يعني هذه في الشيفر جلوبال بدون الاخذ بعين الاعتبار يعني لو شيفر اللي قادرين يدخل في المنحه اللي يديها الطالب حاليا. على بالنا باللي الطلبه كامل ما يديوش المنحه الجامعيه، حوالي 85% يديو منحه الطالب، لكن احنا قلنا سوف يتماشى هذا الاصلاح مع اصلاح لقطاع الخدمات الجامعيه، يعني التيكي اللي كان الطالب يشريه بدينار و20 سنتيم ما راحش يكون بدينار و20 سنتيم في المستقبل. الهدف من هذا الاصلاح والهدف من منح هذه المنحه للطلبه هو لاميليوراسيون تاع لو سيرفيس، لاميليوراسيون تاع لا بريزون شارج. التكفل لازم يكون كيما لازم للطالب الجامعي. جزنا كامل على الجامعه وعلى قطاع الخدمات الجامعيه، على بالنا يعني شحال يكرس من دراهم للتكفل بالطلبه وكيفيه التكفل بالطلبه، يعني الكل يشهد عليها. نعم. وحتى ولينا اضحوك بين دول العالم اللي يقارنونا واللي يقارنوا الوجبه المقدمه للطالب مع بلدان يعني تشوف ما عندهاش ما كاش مجال للمقارنه. اليوم الطالب الجامعي في 2022 يعني سي لي ديرني شيفر اللي عندنا، في 2022 تم تخصيص 149 مليار دينار للتكفل بالطالب فيما يخص الايواء التنقل او فيما يخص الاقامه. نعم. قلت الايواء يعني الايواء والاقامه. نعم. او الاكل. نعم. يعني شيء لو كان نديروا دي زوبيراسيون هكذا نلحقوا 30 مليون سنتيم لكل طالب، وحنا يقولوا لنا منين راح نجيبوا زوج ملايين. 30 مليون سنتيم يعني اكثر مما نريد، اكثر من المال الذي نريد ان نخصصه نحن لطلابنا، وهذا باش نقويو من استقلاليتهم، يعني الطالب باش ياخذ يعني نقويو من استقلاليته من قدراته، وايضا باش يتصرف كما يحلو له بمنحته، وهذا بالتماشي مع تطوير الخدمات الجامعية اللي لازم تكون مؤسسة عمومية بطبيعة الحال، باش ما نفتحوش يعني القوس للتأويلات، لأنه نحن من المدافعين الشرسين على الجامعة العمومية وعلى المدرسة العمومية، وسوف نواصل الدفاع لتعزيز وتكريس هذه المبادئ. نعم. يلا نعود إلى ملف السكن سيد أوشيش. هل سيحافظ سيد أوشيش لو زكاه الشعب الجزائري على نفس الصياغ، أم هل سيأتي بصيغة جديدة؟ يجب أن تتماشى سياستنا في الجانب العمراني مع تطلبات المجتمع ومع متطلبات العصر.
ما يمكنش اليوم ننتهج سياسة عمرانية فوضوية كما راه صار الحال حاليا. ما يمكنش أني نواصل نبني في سكنات دورتوار دي ريزيدونس دورتوار، ما كاش لا مرافق دو الوزير، ما كاش لا مؤسسات اللي تمكن المواطن الجزائري باش يعيش حياته اليومية، حياة يومية عادية. إذا نقول بأنه يجب أن تستبق أي سياسة عمرانية، يجب أن يستبقها سياسة استشرافية وتخطيط للمستقبل. ما يمكنش نواصل نبني مدن في الخلاء دون ما نعطيه لهم يعني الطابع العمراني اللي لازم يكون عندها، بدون ما نرافقهم بالمؤسسات الترفيهية الملائمة، بدون ما نرافقهم بالمؤسسات الاجتماعية سواء الصحية أو المدرسية الملازمة، وبدون ما نراعي خصوصيات المناطق. اليوم راني نشوفوا بلي نبنيو دي باتيمون، تبني دي باتيمون في لو ديزير في الصحراء، تبني ما عندناش خصوصيات تاع المناطق. حنا الالتزام الأول هو فيما يخص هذا الميدان هو إعادة الاعتبار لخصوصيات كل منطقة. التزامنا الثاني أننا نرفع من قيمة الإعانة المالية للسكن الريفي إلى 2 مليون دينار لكي نجذب أكبر عدد ممكن من الجزائريات والجزائريين القاطنين في الأرياف وفي القرى، باش يريحوا في القرى وفي الأرياف. لازم يكون ان كادر دو في، لازم نخلقوا ان كادر دو في، سينون سي نورمال نعيشوا ليكزود ونعيشوا الناس تروح للمدن والناس ميمسي ما يحبوش يقول لك بصح الله غالب. لي سي بور سا حنا نقولوا في هذا القطاع لازم تكون نظرة شاملة. إلا كان هناك راح يكون هناك تقييم في كل تقييم حول كل صيغة، الصيغ اللي عندها يعني دي ريزون باش نواصلهم، ويمكن انه نخلقوا صيغ اخرى. من بين الالتزامات نتاعنا هو بناء 4 مدن ذكيه على مستوى القطر الوطني، واحده في الشمال، واحده في الجنوب، واحده في الغرب، واحده في الجنوب الجزائري. هذه سيدي فيل بيلوت يمكن ان يقتدى بها في المستقبل يعني باش تولي لجينيراليزي على المستوى الوطني. نعم. وانت مع انجاز عاصمه جديده؟ انا مع انجاز مدن جديده تتوافق مع تطلعات شعبنا في العيش في امان، العيش في تطور، العيش في رقي، والعيش في جو من الطمأنينة. يعني للأسف مدننا نقدر نوصفها بكل شيء سوى مدن يمكن أنه نعيش بطمأنينة فيها. طغت عليها الفوضوية في الجانب العمراني، يعني نقص فادح في أماكن الترفيه، نقص فادح في المؤسسات الاجتماعية والمرافق العمومية الأخرى، وأيضا نقص في الاستشراف فيما يخص بناء مدننا. لذا يجب علينا ونحن نلتزم بالقيام بثورة فيما يخص هذا القطاع لإعادة تأهيله وإعطاء صورة أخرى للجزائر، يعني في وكل بكل جهة تكون بخصوصيتها. نعم. نختم معكم سيد أوشيش بملف الشؤون الخارجية، كيف ستكون السياسة الخارجية للجزائر بقيادة يوسف أوشيش؟ أنا نظن بأنه حان الوقت لانتهاج سياسة خارجية هجومية مع إعادة تقييم علاقاتنا مع الكثير من الدول، من بينها الدول خاصة دول الضفة الشمالية للمتوسط، علاقات مبنية على الندية، علاقات مبنية على التعامل بالمثل، وعلاقات خارجية مبنية على أسس الرابح في المجال الاقتصادي. نلتزم بإعادة النظر
في أقرب الأجل إن انتخبنا على رأس الجمهورية بإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهذا لنأخذ بعين الاعتبار بمصلحتنا الوطنية الجزائرية، وأيضا سوف نعمق من اتصالنا مع الدول الإفريقية ودول ما يسمونه بالعالم الثالث. يجب أن نلعب دورنا الحضاري ودورنا الاستراتيجي في منطقتنا، أي في حوض البحر الأبيض المتوسط في شمال إفريقيا وفي القارة الإفريقية. سياسة تنتهج دائما عدم الانحياز، لأنها عقيدة ورثناها من الآباء المؤسسين للدولة الجزائرية، وسياسة خارجية أيضا تلتزم بمواصلة الدفاع على القضايا العادلة، خاصة القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية، ونلتزم بأن نكون في أيضا في المقدمة عندما يخص الأمر الدفاع على أمننا القومي، وعلى يعني للفالور يعني تاع الإنسانية جمعاء. نعم، لو اختاركم الشعب ما هو أول بلد ستزورونه؟ لو اختارني الشعب ألتزم بأني سوف أزور كافة ولايات الوطن. نعم، أول ولاية قبل أن نعود إلى الدول الأجنبية، وأستمع إليهم. نعم، يعني مازال ما عندناش يعني تصور في هذا المنطلق، لكن يمكن أن تكون ولاية من ولايات جنوبنا الكبير، وهذا لدلالات كثيرة، لأنه اليوم نحن نعيش في إطار عالم مضطرب، وين كل حدودنا ملغمة. يجب أن نبعث رسائل بأننا ما زلنا واقفين، بأننا من خليو أي أحد يمس بشبر من هذه الأرض المقدسة. وسوف أيضا تكون رسالة لأخواتنا وإخواننا في المناطق المعزولة بأننا سوف نكون رئيس لكل الجزائريات والجزائريين، ليس فقط رئيس بعض الفئات. خاصة سوف نلتزم ب يعني لاكومبانيمون، مرافقة الطبقات الهشة، الطبقات المحرومة والمعزولة من هذا الوطن العالي، باش نعاودوا نرسخوا فيهم الثقة في مؤسساتهم، ونعاودوا نبنيوا أواصر الثقة بين مؤسسات الدولة، خاصة رئاسة الجمهورية مع كافة مكونات المجتمع. لم تجبني بخصوص أول بلد أجنبي ستزوره، تتحفظ عن هذا الجواب؟ نتحفظ على الجواب، لأنه الأولوية بالنسبة لي هي النهوض بالوطن باقتصاده. نعم، بجوانبه الاجتماعية. هناك علاقات مع الدول. نعم نعم نعم, نعم هناك علاقات. نحن مع سياسة خارجية تشجع على بناء علاقات، لكن المهم تكون على مبادئ اللي ذكرتها مسبقا. نعم، الندية، رابح، الاحترام المتبادل، وما عندناش عقدة في التعامل مع كل بلدان العالم إلا التي لا تحترم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، إلا التي عندها يعني سياسات معادية للجزائر كبلد كشعب وكأمة. يعني كل حديث يعني في وقته. إن انتخبت على رأس الجمهورية الجزائرية سوف تكون هناك يعني سوف يكون هناك كلام على هذا الشيء إن شاء الله. نعم، سيد يوسف أوشيش المترشح لرئاسية 7 من سبتمبر المقبل، شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الإطارات الحاضرة من حزب الأفافاس. مشاهدينا الكرام، ينتهي عدد اليوم من برنامج المشهد، نلقاكم في مواعيد جديدة، إلى اللقاء.